الراديو 90 90، هواها مصر. عاوزين بص يا عفيف، يعني عاوزين دايما ابص للايجابيات. واحده من ضمن الايجابيات، انا ما بحبش، انا بحب اللي يبقى في قلبي على لساني بالذات في الكوره. خش. مروان محسن واحد من أسوأ لعيبه مصر، منتخب مصر في المباراه الاولى، النهارده من افضل لعيبه مصر من نجوم المباراه. صحيح. فدي حاجه من الايجابيات. صحيح. لا بس مش الايجابيات، ممكن بس اقطعك سنه بس. اتفضل. ده برضو بيخلينا نعتبر ما نبنيش قناعات كامله، لان احنا لو بنينا قناعه كامله على مباراه اورجواي يبقى مروان ده يرجع مصر. ماشي. بس انا قصدي بس طلع في حاجه تانية، ممكن في فرص، دايما في فرص. لا انا قصدي ايه عفيف، في حته ان هو كان النهارده كويس، ان هو راجل ما تاثرش بالضغط اللي عليه. لما لعب خلاص نسي كل اللي فات وبص للي جاي. صحيح. كان على قد المسؤولية، اتحمل الضغط العصبي والنفسي اللي تعرض له، وأدى وقاتل النهاردة. والنهاردة مع الروس قدر يكسب كرات مشتركة، وقدر يصنع كذا هدف. صحيح. وقدر يلعب على المرمى. صحيح. فدي واحدة من الإيجابيات. واحدة تانية من الإيجابيات ان ما فيش ولا لعيب في مصر تقدر تتهمه النهارده بالتقصير خالص، ولا الماتش اللي فات، ولا حتى احمد فتحي اللي سجل هدف. لا لا لا، الماتش ده ولا الماتش اللي فات ولا بس عشان كده بقول لك في اخطاء، في اخطاء، لكن مش ناتجه عن دلع خالص. لا لا لا، مش ناتجه عن دلع. برافو عليك، برافو عليك.